إذن متابعينا الكرام، متابعي قناة الشعب قناة شوف تي في، أهلا وسهلا بكم في هذا النقل المباشر مباشرة من مدينة المحمدية. حياكم الله جميعا، صباح الخير عليكم كاملين، وتحية عطرة لجميع متابعي قناة الشعب قناة شوف تي في الذين يتابعون برامجنا وجولاتنا الصباحية. اليوم درجة الحرارة بمدينة المحمدية ارتفعت بعض الشيء على المعتاد. درجة الحرارة الآن واصلة 25 درجة، غترتفع في حوالي الساعة 10 غتكون إن شاء الله حسب ترقبات الأحوال الجوية 27 درجة، 28 درجة في الساعة 11 ومنتصف النهار، وترتفع 29 درجة في الساعة 1 إلى غاية الساعة 5 بعد الزوال. الآن كنتواجدوا بمدخل مدينة المحمدية على مستوى واد المالح، هذه آخر منطقة بالعالية من هنا من شارع الرياض، كندخلوا مباشرة للطريق السيار أو الطريق الوطنية في اتجاه البرنوسي أو جماعة عين حرودة، وكذلك هذه الطريق الرئيسية اللي كتوصلنا للحي الصناعي الجديد بالمحمدية. كيف ما كتشوفوا الكم الهائل ديال السيارات، بالطريق السيار اللي واقفة تقريبا طريق السيار في هذا الأثناء في اتجاه الدار البيضاء. هذه المنطقة بالمحمدية بالذات كتعرف هبوب واحد الرياح كيكون فيها الاجواء لطيفه نوعا ما على منطقه العاليه او باقي المناطق المحمديه. علاش؟ لانها كاينه في واحد المرتفع وامامه واحد المساحه غابويه هي اللي كتلطف الجو بهاد المناطق. كما كتشوفوا هذه هي المنطقة الغابوية، وفي الأسفل كاين واد الملح. في المرتفع كيف ما كتشوفوا الطريق السيار اللي واقفة حاليا، ربما تكون شي حادثة
واقفه الحركه كليا بالطريق السيار في اتجاه الدار البيضاء. هذه مناسبه كان نوجه او كنعطيو المعلومه للمتابعين متابعينا الكرام عبر هذا المباشر ان الطريق السيار راه واقفه كليا بين المحمديه و 17 او عين حروده. في الجانب الاخر كنلقاو المركب السوسيو رياضي او المركب الرياضي مصباح ياس كما كتشوفوا امامكم وعلى الصوره مباشره من مدينه المحمديه اخر شارع الرياض تشوفوا الزخم ديال السيارات والعدد الكبير ديال السيارات اللي متوجهه لمدينه الدار البيضاء. هذه القنطره الجديده يعني الا بغيت تعبر هذه القنطره هذه اللي الطول ديالها تقريبا حوالي 500 متر خصك واحد 20 دقيقه تقريبا غير في هذه القنطره هذه. وهذه هي المنطقة الغابوية بجانب واد المالح. الحمد لله محمدية فيها مساحات غابوية فيها شواطئ فيها مرتفعات وجبال على مستوى سيدي موسى المجدوب فيها شبكة طرقية مهمة فيها عدد كبير ديال المعامل والمصانع فيها حركية دائمة وفي الصيف كتكون أجمل لأن المحمدية مدينة سياحية بالدرجة الأولى بالإضافة إلى أن المحمدية فيها كذلك أو كتعتمد بشكل كبير على الجانب الفلاحي. ملي كنخرجوا على بلدية المحمدية أو المحمدية المدينة كنلقاو عدد كبير ديال الأراضي الفلاحية بسيدي موسى مجدوب سيدي موسى بن علي منطقة بني خلف وباقى واحد النسبة بمنطقة الشلالات ولو أن منطقة الشلالات ومنطقة عين حرودة دخلها شوية ديال العمران وتحرك فيها التعمير بشكل كبير. إذن نذكر بدرجة الحرارة متابعينا الكرام اليوم درجة حرارة تفعت بمدينة المحمدية وصل الآن 25 درجة
حوالي الساعة 10 غتكون بمشيئة الله حسب التقديرات ديال الأرصاد الجوية، غتكون 27 درجة. مع 11 وال12 منتصف النهار غتوصل ل28 درجة، وفي تمام الساعة 1 غتكون 29 درجة إلى غاية الساعة 5. إلى هنا متابعينا الكرام، متابعي قناة الشعب قناة شوف تي في، نكون قد أنهينا هذا النقل المباشر إلى مباشر آخر في جولة صباحية جديدة. إلى اللقاء.